السلام عليكم ورحمة الله. في الجزء الثاني هو الفيديو بخصوص الشرح ما سبق، وأن تو بنخش على الزوجة اللي تبنى الدولار فرانك على الفريم 15 دقيقة، في حالة إن هو توجه للستوب لوز اضطرب الوقف، شنو السبب حتى تفادي ضرب الستوب؟ طبعا لما درنا خط التقاطع هذا قلنا ناخذ امر شراء من فوق وملوطة من فوق، امر شراء بتاع الامر المعلق بتاع الشراء والملوطة امر البيع، فخذينا قلنا ب10 نقاط، لكن ال10 نقاط لازم نضيفوا لهم السبريد، الفرق ما بين البيع والشراء، نقاط البيع والشراء، نقاط البيع والشراء، والشراء ما بينهم يعني 0.1 إلى 0.2، يعني ديما فرق نقطتين، يعني فرق نقطتين أو 3 سبريد. إن توا هو السوق هذه في اللحظة هذه ما فيش سبريد، مش هاي، يعني لازم نحسبها من نقطتين إلى 3، يعني 3 نقاط بالساعة ساعة ناخذ هنا. شو المقصد؟ المقصد معناها بنجي نشوف من خط التقاطع هذا، إحنا لما قلنا 10 فوق 10 رطة في فريم 15 دقيقة، هو لكل فريم وليه المساحة متاعها، يعني على الساعة ممكن ناخدها حتى بال15 وال20، لو نزيد ندير رسمة التقاطع هذا على فريم الساعة، أنا بدير التقاطع هذا هيكون من فوق للنقطة من 15 إلى 20 نقطة، ومعاهم السبريد على أي زوج الدولار يورو في السبريد بتاع نقطتين، في اللي الباوند دولار 3 نقاط، في الباوند ين يصل إلى 7 نقاط أو أكثر. فهذه الاستراتيجية دي البسيطة يعني للمبتدئ، هتسهل له هياخد الأزواج الخفيفة الرئيسية دي، الباوند دولار، دولار يورو، دولار ين، استرالي دولار، الحاجات الخفيفة هذه اللي مفيهاش تعقيد مفيهاش سبريد كبير. على العموم في الخطة دي هويات، تو نكتشف السبب شو اللي صار هنا عندنا، احنا خدنا نقطة الدخول هذه وتوجه لأعلى. يفترض ان احنا لازم نديره في الحسبة نقطة دخول زايد السبريد بتاعنا، السبريد بتاعنا هو قلنا دولار وفرانك من نقطتين الى 3. نجي للتقاطع ناخذ ال10، هو خط التقاطع ناخذ ال10 نقاط بتاعي، ها انتو تشوفوا نكتشفوا الخطأ بتاعنا، علاش نجي ناخذ الخط بتاعنا لوين اول ما خشينا احنا هنا 10 نقاط، ها تو نشوفوا الشمعة هذه كيف اخترقت، هذه قبل هذه بعد ما درنا التقاطع وخش وخش الزوج في عملية البيع. شو صار؟ الشمعة هذه نزلت لعند وين؟ احنا قلنا 10 نقاط ونزيدهم سبريد 12 نقطتين او 12 او 13 نقطة. شوف هذا السعر متاعها أغلق بعد قداش 10 نقاط، هو عند البيع حيوصل قبل ما يوصل ل10 نقاط بنقطتين أو 3، حياخذها حياخذ مع البيع وركب. فكان من المفترض إن احنا هي ال10 نقاط بنضيفوا لها سبريد بتاعنا نقطتين أو 3، يبدأ في 12 أو 13. يعني نجي ناخذ الخطة بتاعنا هنا ونجي نشوف درنا هني، نجو على السعر متاعنا قداش مفروض هو، نجي نعاود مرة تانية على الخط وننزل، ننزل نشوف هادي 11 12، نديرو 13 زي ما قلنا هني، هني 13 هني، المهم ننزل السعر 0.98 806، 98 806، يعني نجي ندير عليه الفك يمين ونجي 98، ماشي أنا مش مركز في الأرقام، بس مرة تانية 98 806، 98 806، نجي 98 806، نجي نعدل من هنا 98 806، آه أوكي هني هذا المفروض كان عندنا الأول من هنا، نفس الشيء حتى أول الشيء. فلاحظنا المساحة هذه مساحة الدعم، لو يخترقها من هناك
سألت لازم نحدد شلتي هذه المنطقة هي بالضبط هي هذه تو المنطقة هذه فيها دعم هي نشوفها هذه خط التقاطع خط 13 يعني لو تم اختراق الخط هو حينزل مع الهبوط نفس الشيء نجي للشيرة الشيرة نقدر نغير فيها نجي هنا 13 نقطة عليها عند 0.99.07 حلو نجي على 0.99.07 اوكي بالضبط هنا هذا الأمر الشيرة هنا لما يشيلها هنا الباي ستوب هو لازم يتعدل هو 99.07 زي ما قلنا اوكي لما يشيلها هنا لازم يتعدل نديرو الموديفيكيشن ونجيو هنا البرايس 0.77 نديرو في تغيير شو معناها معناها نقلنا هنا هو السبريد بتاعنا هذا النقاط نقلناه يعني من 10 نقاط اللي هو من هنا لأمر الأول هنا 10 نقاط زدناه فوق سبريد بتاعنا بدي 13 هذا اللي نبوه 10 نقاط زائد سبريد 13 نقطة فالأمر المعلق هو بتاع الشراء درنا ندير عليه كليك يمين ونجي نديرو ودي في اول ديليت كانت بتلغي بدير ديليت وكان هذا بتغير البرايس بتاعك هنا غيرنا احنا من 0.5 نزيد نقطتين هما بتاع سبريد نديرو برايس من نضغط على المضيف في التعديل اوكي يتعدل ينتقل برايس يفتح يفتح كذلك ونفس الشيء عند المنطقة هي حتى هي نديرو الانسيرت بتاعنا حتى هي ناخدو عند المنطقة هي نفس الشيء عندنا بتاع المقاومة هو فريم بسيط لكن هيك نروح بالنسبة للمبتدئين لازم يعرفوا كرسم مبسط نمر فيه نوضحه يعني بي اوكي هذه رسمات حلوة فين هيك منسقة تكون واضحة على الفريم بسيط وكل النقاط بتاعك 10 خسر 20 كبرنامج تدريبي يعني حتى كان حد تعود عليها ومشيت معاه ما فيش باس يعني حتى يوميا يحصل منها 10 و20 نقطة في كذا زوج وتبي الممارسة يعني بعض الشيء تو اخترق هذه نعتبر نقطة يعني مقاومة بسيطة يعني على فريم 15 دقيقة لو اخترقها يمشي للشيرة في الأكيد ونفس المنطقة هذه حتى هي منطقة الدعم بسيطة يعني 1 2 3 4 5 شمعات يعني كل 15 دقيقة حاولوا يسموهم اللي بيبيعوا هذو ماي الدببة اللي يسموه بمصطلح الفوركس البياعين هما بيحاولوا يخترقوا المنطقة هي في 15 يعني لو جت جاي الشمعة وصلت هني معناها هو منطق لك ونفس الشيء نفس الشيء عندنا الجماعة اللي بيشتروا هما دايرين الشراء بزوج دولار فرانك هما يسمو فيهم التيران التيران هما حتى هما نفس الشيء حيحاولوا يخترقوا المنطقة هي عندنا أو هذا الترند هو اللي مرسوم من القاع الأخير ماشي معانا حتى هو يحاول هنا يخترق مفيش فكونت عندنا منطقة مقاومة بسيطة يعني مفيش اختراق لو تم اختراق راح يمشي يلقى أمر الشراء ويمشي هنحصله منها يعني 11 نقاط يعني الهدف بتاعنا 15 نقطة وما زلنا في الانتظار يعني فنشوفوها أول سيلا ركود وبإذن الله بعد ما يضرب ستوب أو ينزل نشوف المنطقة هي هل يقدر يخترقها بينزل أو يكمل يلقى أمر بتاعه ويمشي فها هنا الخط اللي شرحت عليه هنا الدخول هو مفروض من الخط هذا بتاعنا الأخير هذا هذا زائد سبريد هنا يعني لو مس هذه حيمشي لو اخترقها تحت منها حيخش على البيع اوكي هنا لنا لقاء في ضرب ستوب او جاب الهدف نزيد نحكم بالتفصيل على الامور الثانية بتاع
الاكسبيرت اللي دار لي زي ال ستوب لوز هذا حنحكي عليه حتى هو الاكسبيرت حنزلني في الجمعية ونحكي عليه بيساعد هلبة في عمليات الستوب لوز والهدف. بعدين نحكي على فيديو بروحه مفصل عليه وتنزله في طريقة تحطها في الميتا تريدر وكيف تطبق.